للمزيد ينضم إلينا من إقليم الحوز مراسلنا عزيز فتحي. عزيز، أين أنت موجود تحديدا؟ وانقل لنا الصورة من إقليم الحوز، هو الذي يعتبر من أكثر الأقاليم والمدن فيه التي تضررت من هذا الزلزال. وصلنا للتو من قرية ويرغان، عشرات الكيلومترات التي قطعناها لكن بوتيرة بطيئة جدا، لأن الطريق الجبلية كانت ملأة بالأحجار والصخور والانجرافات، انجرافات التربة. وصلنا إلى هنا قرية ثلاث نيعقوب المجاورة لقرية إيجوغاغ. الكارثة هنا فادحة. ما شاهدناه قبل ساعات في قرية ويرغان ما هو إلا النزر القليل من هذه الكارثة التي تحدث في هذه المنطقة القروية التي تنتمي إلى إقليم الحوز. هنا ثلاث نويرغان تهدمت الدور، بل استوت هذه القرية على الأرض، ولا تزال جهود القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والمتطوعين من أهالي الضحايا مستمرة من أجل انتشال من هم باقون تحت الأنقاض. رائحة الموت منتشرة، رائحة العفن وتحلل الجثث لا يخفى في هذا المكان. للأسف يمكن أن نقول بأنها كارثة طبيعية غير مسبوقة. ربما لم نعش زلزال أكادير عاشه مواليد الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، وعاشوا مثل هذه الكارثة التي كان قد سقط فيها آنذاك 15,000 قتيل. اليوم الحمد لله لم تصل الأرقام إلى هذا المستوى، لكن هناك حديث عن آلاف من الجرحى، مئات منهم جروحهم خطيرة، وعن ما يزيد عن 2000 قتيل. الجهود الآن من طرف قوات المسلحة الملكية المكلفة بمهمة الدفاع الوطني هو الحفر بالفؤوس وبالحفارات الكهربائية، لأن الأمر يتعلق بالإسمنت المسلح الذي مزود بالحجر وبالحديد، لأن الأمر الحفر لن يكون تقليديا ولن يكون سهلا بالمعاول. الآن نشاهد عدد من أفراد طاقم الدفاع المدني ينتشلون، ربما هو فقط الأمر لا يتعلق بانتشال. كنا لاحظنا قبل قليل صورة أثاث أو لباس، فظننت أن الأمر يتعلق بانتشال جثة، مجرد بساط أزرق ينتشله عدد من أفراد الدفاع المدني من تحت سقف يستوى كليا على الأرض. والجهود هنا متواصلة من أجل انتشال ما تمكنوا من الضحايا العالقين، سواء كانوا قد قضوا نحبهم أم جرحى. معي إلى جانبي بعد إذنك محمد، صاحب بيت من البيوت المهدمة. تفضل إلى جانبي لو سمحت محمد. الحمد لله على سلامة الأسرة، قلت لي بأنهم لم يتأذوا، الحمد لله على سلامتهم، لكن حبذا لو تصف لنا الصورة، حجم الضرر محمد لو سمحت هنا في هذه المنطقة. أخي ما لا أستطيع نحدد عدد ديال أسميتو التحديد، يعني عدد الضحايا هنايا لا لفات. أنا بغيت نحدد لك دابا غير السكان اللي حدايا غتكون شي 30 واحد دايره بيا، هي اللي داير بيا، اما هنا لم يحصى. عاده الاسر كم تتشكل عاده هنا في القرى هنا في الجبليه من اعداد؟ خمس افراد، اربعه افراد، المعدل المتوسط مثلا؟ غتلقى 10 اشخاص في البيوت، لينجي منهم واحد، والضحايا لم يحصوا. فهذه هي الساكنات، ماشي عند الاجبال، وهاد الناس هادو حتى هما راه لا إله إلا الله. من نجوا؟ أين يقضون أوقاتهم الآن؟ كيف يتعاملون مع الوضع؟ تتلقى في دار الشخص واحد، وكتموت 10 أشخاص.
هذه الأرقام ينبغي التحقق منها لأنه من الصعب الجزم بأن من كل أصل 10 أفراد مات 9. لكن دعنا نتحدث فقط عن كيف يتعامل من نجا مع الوضع وكيف يتم التعامل مع المصابين. تلقى شخص واحد هو اللي كتلقاه، ولكن تتلقى عشرات الأشخاص ولا خمسة الأشخاص في البيوت، عشرة أكثر بعشرات الأنفس. غير فهاد الساكنة اللي حدايا أنايا ما غاديش نحدد لك على اللي داير بيا أنايا على المحيط، لا حيت عدد الضحايا ما شفتش أنايا هاد الشيء، ما عمرني أريته بعد هاد الشيء. كيف ممكن أن تصف لنا باختصار شديد تلك اللحظات التي عشتموها؟ لا إله إلا الله، إنه لم يشهد إلى الموت يا أخي. أش نقول لك، راه الأرض تشقت والناس يغطين بالأحجار. لا إله إلا الله، لم أستطيع باش نحدد لك. هذا هو. الحمد لله على سلامتك وسلامة أفراد الأسرة. الوضع هنا مجرد نموذج من مناطق أخرى، لا نتحدث عن البؤرة إيجيل التي ما زالت تبعد من هنا بضعة كيلومترات، لكن الطريق مقطوعة اتجاهها، والوضع هنالك ربما قد يكون أسوأ لأنه يشكل البؤرة المركز التي عزيز داني فقط أسألك يعني عن كل المناطق المغربية، عن من نجوا في هذه المنطقة، أين يتواجدون؟ هل يتم وصول يعني الجهات المعنية لتقديم مساعدات أولية وسريعة لهم، خاصة وأنه كما تابعنا معك وكما ذكرت المباني سويت بالأرض وبالتالي هم يبتون في العراء لليلة الثانية؟ نعم، نحن قادمون من منطقة ويرغان التي تحدثنا منها صباحا. شاهدنا في الطريق عدد كبير من سيارات الإسعاف التي كانت تجد صعوبة في المرور نظرا لانجرافات التربة والانهيارات الصخرية في الطريق المؤدية إلى مركز إقليم الحوز وإلى المستشفى الجامعي بمراكش. شاهدنا كذلك عدد من المروحيات التي كانت تنقل بعض المصابين، وإلا فإن الجثث التي قضت نحبها في هذه الكارثة يتم الاقتصار على نقلها بطريق السيار عن طريق سيارات الإسعاف. المستشفيات المعبأة هي تتشكل في إقليم الحوز ومراكش تحديدا، مستشفى الجامعي وغيره من المراكز الاستشفائية. المساحات الخاصة كانت قد أعلنت جمعيتها أنها رصدت المؤسسات الصحية تحت رهن إشارة السلطات الحكومية متى أمرت بذلك واحتاجت إلى الدعم. ونتحدث عن مستشفى ميداني طبي جراحي هو في طور الإنجاز، مررنا به من القرب من ويرغان، يتم إنشاؤه وسيكون متخصص في إجراء العمليات الدقيقة التي يحتاج إليها المصابين الذين أغلبهم إصابتهم خطيرة. شكرا جزيلا على نقل الصورة والمتابعة من إقليم الحوز، مراسلنا عزيز فتحي شكرا جزيلا لك.